عندي رنا زهير، عندي مهند تيسير، وعندي عبادة. سامحيني يا شباب. سامعيني يا شباب؟ عبادة سامعني؟ عبادة صباح الخير دكتور. مسموع الصوت. النور. يعني الصوت واضح. مسموع الصوت. اوكي، بس عشان اتاكد ان الصوت واضح ولا لا. في عندي كمان يزيد بسام. اوكي، نحكي عن المحاضرات اللي هاي، يعني 8 و10 8 وربع بما اوصل الجامعه، لانه في دوام بعطي محاضره عاد من الجامعه. اوكي، خليني اشيركم احنا لسه ما زلنا في موضوع الكونكرنسي كنترول. تكلمنا سابقا عن اللي هو اللوك، حكينا من عن اللوك، بلشنا في انذر تكنيك يستخدم في الكونكرنسي كنترول بالنسبه للسكاجولينج. بس تذكير سريع لك انه لاحظ احنا كل مشكلتنا انه في شيء اسمه عندي ممكن يكون اكثر من ترانزاكشن، ممكن يكون في شيء اسمه كونفليكت. كان الحل باستخدام اللوك، انه مثلا تي 1 اذا بدها تيجي تسوي اي ترانزاكشن تيجي على الداتا ايتم بتسوي لوك، واللوك احنا حكينا فيه بيكون عليه اما شير او بيكون اكسكلوسيف. وحكينا ان الشير بتكون عادة للريد، انه بيسمح الاخر اي ترانزاكشن تسوي عملية ريد بنفس الوقت ما في مشكلة. عند الاكسكلوسيف بيكون عليه اللي هو بمنع اي ترانزاكشن تتعامل مع الداتا هذا ايتم حتى ينتهي منه. حكينا هذا الكلام وكيف نتعامل مع ديد لوك وزي ما انتم شايفين في السلايدات. وحكينا في انواع، اخذنا التو فيز لوكينج تو بي ال، وحكينا انه في منه انواع، في البيسك اللي احنا حكينا عنه، في الكونزرفيتيف تو بي ال، وفي الستريكت. هذا كله بتكلم عن التكنيك الاول، وحكينا كمان تنسوش على الابجريدنج والداونجريدنج في التو فيز لوكينج، تذكروا هذا الكلام خلصنا منه. اليوم بدنا نتكلم عن تكنيك اخر للتعامل مع الكونكرنسي كنترول بسموه تايم ستامب اوردرنج. التايم ستامب هو عباره عن شو معنى مقصود بالتايم ستامب؟ هلا بدي اشرح لكم من خلال مثال واقعي، بعديها بناخذ تفصيليا شو بيصير معنا في الداتابيز. التايم ستامب كمصطلح هو يونيك ايدنتيفاير اسايند باي ذا داتابيز مانجمنت سيستم تو ايدنتيفاي ترانزاكشن. يعني انا بدي كل ترانزاكشن اعطيها يعني جاي اعطيها شيء مميز، علامه مميزه لكل ترانزاكشن لها. هذا بيهمني في عمليه الاساين ان ذا اوردر سبميتد والترانزاكشن ستارت تايم. يعني عشان تفهموا الصوره موضوع، خلينا نيجي موضوع اخر شوي وبعدين نرجع عليه. لنفترض انت رحت على البنك، لما بتروح على البنك بتعرفوا ايام زمان كان الناس توقف طوابير ورا بعض، هلا انتهى من هذا الكلام. توصل البنك بتلاقي في جي ماشين، تاخذ رقم، بيجي بسام محمد خالد وريفر كان، بيجي بيطلع له رقم، انت ترتيب رقمك 5، هذا رقمه 6، هذا رقمه 9، 10، وبصير على الصندوق يجي بيقول مثلا رقم 1. بيجي رقم 1 الصندوق، طبعا الصندوق بيجي الشخص اللي معاه الرقم بيجي بيخدمه. بيجي بعديه رقم 2، لنفترض انت اخذت رقم 5 واجى بعديك واحد بعد فتره اجى اخذ رقم 8. لنفترض جيت انت على البنك اخذت الرقم قلت بدي اطلع شوي غيب لي 10 دقائق وبرجع، بكون اجى دوري. اجى نادى على 5 ما اجيت، بيستنى شوي بعدين بنادي الرقم اللي بعديه بشكل اللي بيصير في البنوك. اللي بعديه اجى رقم اللي هو رقم 7 مثلا، نفترض اللي هو بلش يخدم فيه. فجاه انت دخلت على البنك، جيت على الصندوق قلت له والله انا 5، وقعد هلا بيسوي بيخدم مين؟ اللي هو رقم 7. ف
فبقول لك احنا نادينا عليك وانت ما جيت، شو بيسوي تبع البنك؟ هذا شباب حدا صارت معاه في البنك هاي العملية؟ شو اليوم نايمين يا شباب؟ هلا اللي بيصير بقول لك والله روح اسحب رقم ثاني، احنا نادينا عليك وما رجعت. هلا نفس شايفين هذا السيناريو، هذا اللي بيصير معانا في الترانزاكشن. شو اللي بيصير؟ كل ترانزاكشن، اول ترانزاكشن تاخذ شيء اسمه تايم ستامب، جاي رقم. هلا الرقم هذا اللي بتاخذه اما بيعتمد على السيستم كلوك، رقم يعني وقت دخولك على الجهاز طلب الترانزاكشن، او ممكن يكون عبارة عن متغير كل مرة بزيده واحد، كل ما بيجي واحد بده يطلب شغلة معينة بعطيه رقم. فبالتالي هلا لما بيجي بده يصير يخدم، فبيجي هلا الأصل اللي يتم خدمه أول واحد يعني بيعطيه أولوية في تنفيذه، اللي هو بيكون الرقم تبعه أقل رقم. يعني لو إجا فتحنا خدنا أرقام وبيجي الصندوق، لما بيجي بيطلب بيطلب أعلى رقم ولا بيجي بياخذ أقل رقم؟ بياخذ اقل رقم، اللي هو مثلا رقم واحد، بنادي اول شيء على واحد، بعدين اثنين، ثلاث. فلكل ما زاد رقمك يعني ذلك انه انت الترانزاكشن او العمليه اللي انت جيت في ناس قبلك، وكل ما قل رقمك معناه انت من اوائل الترانزاكشن. فبالتالي صار جاي نوع من انواع احنا بنخليه ترتيب للترانزاكشن. فبالتالي كل ما كانت الترانزاكشن رقمها اقل، يعني لنفترض ان عندي مثلا تي 1 وتي 2، تي 1 ترانزاكشن رقمها 2 وتي 5 رقمها 7. هلا لما اجي اخدم، مين اللي بيعطي الاولويه لمين؟ اللي هو التايم ستام تبعته اقل. مين التايم ستام؟ اللي تي 1 شو رقمها 2 وهذيك شو رقمها تي 2 مثلا 5. فبالتالي انا اول شيء بنفذ تي 1 وبعدين بنفذ تي 2. بتوقع اني قربت لك الصوره. هلا كونكرنسي كنترول تكنيك بيز اون تايم ستامب دو نوت يوز لوك. يعني لاحظ لو اجينا نميز ما بين طريقه او الالجوريثم او التكنيك تبع تايم ستامب ما بين تو بي ال، التو بي ال بيعتمد على اللوك. شو معنى اللوك؟ حكينا سابقا انه بيجي بيسوي لوك لداتا ايتم اللي انا ايش بدي، بس بدي تفهم شغله معينه. طيب هون كيف بده يميز؟ يعني انا مثلا بدي اروح على الداتا ايتم اكس، انا بدي اروح اتعامل معاه، انا نفترض تي 1 في عندي كمان تي 2، مين بده ينفذ تي 1 ولا تي 2؟ كيف بده يعرف؟ هلا الداتا ايتم، الداتا ايتم فيها كل داتا ايتم فيها جاي قيمتين، في بسموه ار تي اس والدبليو تي اس. شو هي الـ RTS والـ W؟ حنمر هلا عليهم. هلا بنمر عليهم. اوكي؟ فأنت عشان نكون لاحظ، ما بستخدم إذا في التكنيك التايم ستام، لا ما بستخدم شيء اسمه لوك. هذا بستخدمه مع 2BL. اوكي؟ هلا هون بيجي بحكي لك عن جنريتنج تايم ستام، يعني لما بديجي يعطي لاحظ الكنترول انكريمنتال ايتش تايم ات از فاليو از اساين تو ترانزاكشن. اول شيء بده يسوي جنريت انكريمنتال متزايد، يعني اول واحد بيعطيه التايم ستامب، نفترض بنعطيه ارقام، احنا بدناش نستخدم السيستم كلوك، بنعطيه واحد. اللي بعديه بدي اعطيه التايم ستامب بدي اعطيه اثنين، اذا ايش؟ انكريمنتال متزايد. او ممكن اعتمد على الديت اند تايم فاليو اوف ذا سيستم كلوك، يعني انا لما بدي اعطي تايم ستامب اما باخذ متغير، بس بعرف متغير وبصير ازيد قيمته، او بستخدم الديت والتايم. وين بجيبهم؟ من الجهاز سيستم كلوك. هلا انا في هاي اللحظه باجي بقول تاريخ اليوم اللي هو 24/8 الساعه 8:18 دقيقه ومثلا 50 ثانيه. اللي بعديه بيجي اليوم 24/8 الساعه 8:18 دقيقه و 54 ثانيه وهكذا. اوكي؟ الجنرال ابروش انفورس ايكويفالنت سيريال اوردر اون ذا ترانزاكشن بيز اون ذير تايم ستامب. لاحظ بكون ايش؟ سيريال، بكون مرتبات. اوكي؟ يعني بيجي الاول، بيجي الثاني، الثالث. فبالتالي التايم ستامب بيكون لكل ترانزاكشن بيكون لها تايم ستامب.
عشان هيك التايم ستامب اوردرنج بنسميه تي او اختصاره، تي او زي بتلاقوها في الكتاب اختصار للتايم ستامب اوردرنج. Allow interleaving of a transaction operation must ensure timestamp order is follow for each pair of conflicting operation. لاحظ التايمستامب اوردرنج مع الرقم اكتب بيكون عمليه زي نوع من الترتيب بمنع عمليه اللي هي عمليه الكونفليكت. هلا هذا لمين؟ هذا اذا لكل ترانزاكشن اوبريشن الا تايم ستامب وبتكون مرتبه. في المقابل الداتابيس داتا ايتم بيكون لها تو فاليو اللي حكيت عليها قبل شوي، ايش بنسميه؟ ار تي اس او دبليو تي اس للداتا ايتم. يعني مثلا نفترض ان عندي داتا ايتم، كنا ايام زمان ايش نقول؟ بيجي على في طريقه التو بي ال، بيجي انا بدي اتعامل مع الداتا ايتم اكس، فباجي بروح بسوي عليه لوك، بمنع اي حدا يجي يستخدمه غير الترانزاكشن اللي سوت لوك. هلا بقدر اسوي عمليه سواء كان الشير او الاكسكلوسيف اللي هو الريد والرايت. بعد ما بخلص منه شو بسوي؟ انلوك. هون في التايم ستامب لا، ما في عندي لوك. طب كيف بدي، كيف الداتا ايتم مثلا اللي عندي اكس بدي اجي الله اسمح للتي 1 يستخدمه ولا للتي 2؟ هلا التي 1 عندها تايم ستامب والتي 2 عندها تايم ستامب. هلا في الداتا ايتم نفسها في عندي تو فاليو، قيمتين مهمات اللي هم الار تي اس والدبليو تي اس، ريد تايم ستامب للداتا ايتم اكس والرايت تايم ستامب للداتا اكس. يعني مين اخر واخر هو بياخذ دائما اعلى قيمه للتايم ستامب في الريد تايم ستامب او الرايت تايم ستامب. يعني هلا اول مره للريد تايم ستامب لما باجي انا بختمه فبشوف قيمتي، اذا قيمتي لاحظ اكبر من قيمه التايم ستامب، لاحظ التايم ستامب يعني اخر واكبر قيمه تم خدمها. يعني لما انا باجي على الداتا ايتم وباجي بخدم هذا بستخدم هذا التايم ستامب، فبصير زي مقارنه ما بين التايم ستامب تبعت الترانزاكشن والتايم والريد تايم ستامب للداتا ايتم والرايت تايم ستامب للداتا ايتم. طب ليش هاي المقارنه؟ المقارنه هاي بتصير ما بين التايم ستامب الموجود معك انت كترانزاكشن مع الداتا ايتم، شو اعلى هو بياخذ اعلى قيمه للريد تايم ستامب والرايت تايم ستامب. خلينا هلا بنشوفهم بالتفصيل، بس بدي تفهم انه بطلنا نستخدم لوك على الداتا ايتم، صرنا نتعامل بدل ما نسوي لوك على الداتا ايتم صرنا نتعامل مع قيمتين موجودات في الداتا ايتم، واحده اسمها ريد تايم ستامب للداتا ايتم اكس، واحده رايت تايم ستامب للداتا ايتم اللي اسمه اكس. طب ليش في تنتين؟ التنتين عشان لاحظ انت سابقا في التي في التو بي ال تو فيز لوك كنت تسوي لوك، فبالتالي تمنع حدا يصل اليه. انت هون عشان تسمح لاي واحد يتعامل مع الداتا ايتم هاد، ما هو يا بده يقرا منه يا بده يكتب على الداتا ايتم، فانت بدك قيمتين يقارن بينهم اللي هي قيمه التايم ستامب الموجوده على ترانزاكشن مع القيمه الموجوده على الداتا ايتم. وضحت يا شباب؟ كلام كثير مهم تبع التايم ستامب. هلا في بالنسبه التايم ستامب اوردرنج في منه البيسك، في نوعين منه، البيسك اللي كنا نحكي فيه عنه شو قبل شوي، وفي نوع ثاني بسموه الستريكت، بسموه بيسك تايم ستامب اوردرنج الجوريثم وستريكت تايم ستامب اوردرنج الجوريثم. هذا بذكركم بشيء كنت حكيت عنه سابقا اذا متذكرينه، مر معانا في الشابتر في بدايته شيء اسمه ستريكت، تذكروه؟ حكينا عن شيء في اسمه بيسك وحكينا عن شيء في شيء اسمه في وين حكينا عنه؟ في اللوك، في البيسك وفي الريستريكت اذا متذكرين، ارجعوا على الماده. بالنسبه للبيسك اف كونفكتنج operation detected later operation rejected by abrupting transaction that aside
schedule produce generated to be ايش conflict serializable وال starvation may cure. تذكروا السابق في ال 2BL كان في عندي البيسك كان في عندي الستارفيشن في الستريكت. هلا البيسك اللي احنا حكينا عنه اف كونفكتنج اوبريشن بكتشفها بصير ديكتد ليتر اوبريشن بسوي بعديها الريجكت باي برفضها من خلال اما بسوي عمليه الابروت للترانزاكشن او هذا بيتم من خلال السكادجول وهذا نفسه بيسوي الستارفيشن. طب شو الفرق بين البيسك تايم ستامب والستريكت اللي هو بيفرق نفس الفرق اللي كان في الـ 2BL. في الستريكت كان لا يقبل انه يسوي انلوك، انا بحكي عن الـ 2BL. في الستريكت كان لا يقبل الا لما يسوي اما يسوي ايش؟ اب كوميت او ابروت، ونفس الكلام عندهم في التايم ستامب. في التايم ستامب لا يقبل تغيير قيمة الريد والرايت الريد ستام اذا كان في عندي ريد او رايت تايم ستام على الداتا ايتم الا لما يسوي اما كوميت او ابروت. اذا سوى كوميت او ابروت معناه سيريزبل اللي هو بنسميه ايش السكادجول ار بوث ستريكت اند كونفكت سيريزبل. تذكروا شو الكونفكت سيريزبل؟ نسيناه سيريزبل. ذكرتوه conflict serializable، ربطوا الكلام ببعض. فالتالي في restrict حتى يغير قيمة الريد والرايت على الداتا ايتم ستام تبعها لازم يكون سوى اما commit او upload، يعني بالعربي بيكون بعد ما يتم حفظ التعديلات على الداتابيز. اذا اخذ في عين الاعتبار commit او upload في هذه الحالة بنسميه strict time stamp ordering. بدون كوميت ولا ابروت اوكي في هاي الحاله بنسميه بيسك تايم ستامب اوردرنج. هلا ظهر بعدي فيرجن اخر تبع تومس. شو بقول لك تومس؟ موديفيكيشن اوف بيسك تايم ستامب الجوريثم عدل عليه does not enforce conflict serializable reject for write operation by modifying check write item x operation. شو تومسون بقول لك؟ تومسون لاحظ سوى تعديل على اللي هي طريقه البيسك تايم ستامب اوردرنج او طريقه الستريكت، عدل عليها اوكي عشان ما يحصل اللي هو بنسميه الكونفليكت سيريزابيلتي. اوكي هلا نتكلم عنهم. هلا قبل ما اكمل في الانواع الاخرى في التايم ستام خلينا نيجي نشوف هون في اشير لك النوتس. لاحظ هاي الكتاب اللي هو بصفحه 793 بيبدا مفهوم الكونكرنسي كنترول مفهوم التايم ستام اوردرنج. اوكي لاحظ بلش شرح شو التايم ستام البيسك تايم ستامب اوردرنج الجوريثم اختصاره تي او. الداتا ايتم فيها ايش اسمه ريد تي اس ورايت اللي هو ريد تايم ستامب اختصار رايت تايم ستامب. لاحظوا بس خليني اكبر هون شوي. اطلع على هون، هذول مش مكتوبات في السلايدات بس لازم ترجع للكتاب. الريد تايم ستامب اف ايتم اكس، لاحظ الايتم اكس is the large timestamp among all the timestamps of a transaction that have successfully read item. لاحظ read item x that is read ts بيساوي التايمستامب للt where t is the youngest transaction that has read x successfully. يعني دائما الريد تايم ستام بتكون قيمتها احدث قيمه. يعني افهم علي وركز شوي. نرجع للبنك، البنك تبع الصندوق هلا دائما بيكون الرقم اللي عنده تبع الصندوق بيكون اخر واحد تم خدمه، صح ولا لا؟
شو معنى تم الخدمة له؟ يعني هلا لما بيجي أول نهار شو بكون الرقم تبعه؟ أول نهار لما الساعة 8:30 يفتح البنك، بيفتح هلا بيفتح الصندوق، أول رقم شو بياخده؟ واحد. شو معنى واحد؟ هلا بينادي واحد، بيجي بقول رقم واحد، بيجي رقم واحد، رقم التايم ستام تبع اللي هو الداتا ايتم اللي هو الصندوق، انا بشبهه بالصندوق، هو احدث شيء خدمه. يعني في اول نهار بيكون واحد، طب بعد شوي بضل واحد، بيتغير بيتغير كل ما يجي واحد ويخدمه بياخذ احدث قيمه، صح ولا لا؟ نعم. فبالتالي الريد تايم ستام بتكون احدث قيمه. يعني هلا لنفترض انا رقمي 2 نداري وما جيتش، بعدين اخذت 3 و4 و5، هلا احدث قيمه له شو هي كانت؟ احدث قيمه الخمسه. هلا لو جيت انا اخدمه، لو اجى قال لي انا دوري، تخيل انا بعطيك مثال بنك، لو اجى قال لك دوري، هلا انت بتقارن القيمه اللي معك في التايم ستام مع القيمه اللي عند الصندوق، الصندوق عنده 5 وانت اجيت قول له 2، طب الـ2 مش اكبر من 5، صح ولا لا؟ نعم. مزبوط؟ مزبوط. فبالتالي مش لازم يخدمك. معي انتو؟ ركزوا شوي معي. هلا مين عاده بيخدمه؟ دائما بيخدم القيمه اللي اكبر من القيمه اللي عنده. يعني هلا لو اجيت انا خدمني كان رقمي 4، هلا مين المفترض انه يخدمه بعد الـ4؟ 5. هلا انا اللي خدمني 4 مزبوط، هلا بيكون في واحد بيستنى في قاعدين في المقاعد معاه رقم 5، هلا لما يجي على الصندوق بيجي بقول له انا رقمي 5، بيجي الصندوق بقول له انا اخر واحد خدمته 4، اذا مين لازم يخدمه هلا؟ 5. فبالتالي بده يكون التايم ستام تبع الترانزاكشن اكبر من التايم ستام تبعت الريد او الرايت الموجوده على الداتا ايتم، مزبوط ولا لا؟ نعم واضح. يعني يا بدها تكون مساويها يا اكبر منها، بس ما بتكونش اقل منها. هلا اذا كانت اقل منها شو معناها؟ اذا كان التايم ستام تبع الترانزاكشن، يعني تخيل مره ثانيه انت ببنك، انت اخذت رقم وفي تبع الصندوق، الترانزاكشن اللي عندك موجودات الناس اللي قاعدين معهم ارقام، وتبع الصندوق هو الداتا ايتم اللي هو عنده رقم، هو اللي بيكون خادم اخر واحد. فبالتالي دائما لازم يكون اللي بده يخدمهم الصندوق، اللي بده يخدمهم الصندوق مره ثانيه انتبه، بده يكون التايم ستامب اللي قاعدين يا بده يكون اكبر من التايم ستامب تبع الصندوق. وهذا منطقي. اول نهار بيكون التايم ستامب تبع الصندوق 0، بيجي بيخدم اول واحد، اول واحد اول زبون شو بيكون ماخذ رقم 1، الواحد اكبر من الصفر اذا بيجي بيخدمه، مزبوط. هلا التايم ستامب تبع الصندوق شو صار رقمه؟ 1. 1 لانه اخذ الرقم تبع اللي خدمه. هلا الاصل لما بده يجي يخدم اللي بعديه، مين بده يخدم اللي بعديه التايم ستامب؟ 2. اللي قاعدين بده يكون في الرقم اللي بعديه 2. هلا لما بيجي على الصندوق بيجي بيقول له شو رقمك؟ هو رقمه 2، اذا رقم 2 اكبر من اللي انا خدمته الداتا ايتم. وضحت الفكره؟ فبالتالي الداتا ايتم بيكون دائما هو عنده the largest time stamp among all time stamp of a transaction have successfully. يعني دائما بيكون دائما عنده الرقم اكبر رقم من الناس اللي خدمهم، يعني بكون اخر واحد خدمه بكون ماخذ التايم ستامب الخاص في الترانزاكشن. وضحت هاي النقطه؟ هاي قرأوها من هون من الكتاب، هاي هون مشروحه اللي هي اختصارها RTS للداتا ايتم اكس. اوكي؟ فبالتالي لاحظ طلع شو كاتبون، هاي العباره اللي بتهمني، طلع عليها. لما اجي اخدمك فالريد تي اس للاكس بياخذ قيمه التايم ستامب للترانزاكشن اللي انا خدمتها. لاحظت هاي المعادله؟ الريد التايم ستامب للاكس هذا الداتا ايتم شو بكون قيمته؟ قيمته للتايم ستامب اللي انا اخذته.
هلا مش انا خدمت واحد اخذت التايم ستامب، شو التايم ستامب تبعه؟ نفترض خمسة، فبتتحول يعني اذا لاحظ الريد تايم ستامب شو بدها تكون؟ خمسة. هلا لو اجاك واحد قال لك التايم ستامب تبعي رقم 2 بتقول له يا عمي انا الريد تايم ستامب اللي عندي خمسة، اذا قيمة التايم ستامب للترانزاكشن اذا كانت اقل من الريد تايم ستامب للداتا تايم فبالتالي هاي ما بيخدمه، هو فقط بيخدم القيمة اللي أكبر منه. وضحت الصورة يا شباب؟ ما يطبق على الريد يطبق على مين؟ على الرايت. واضحة؟ واضحة دكتور. هذا بنسميه البيسك تايم ستامب أوردرينج، اختصاره تي او. اوكي؟ هذا اختصاره تي او. هلا إذا بتيجي قيمة أقل منه شو بيسوي؟ بيسوي ايش؟ بيجي زي ما انت بتروح على الصندوق بتقول له والله انا اجى دوري وراح علي، شو برجع بقول لك تبع الصندوق تبع البنك؟ برجع بقول لك روح خذ رقم ثاني. اذا شو بيسوي عندي؟ بيسوي رول باك للترانزاكشن. يعني بيسوي لها ايش؟ بقول له روح ارجع خذ رقم ثاني. وضحت الصوره؟ هلا لاحظ هي الكلام اللي بحكي لك عليه. اف ريد ترانزاكشن اكس كانت أكبر من الـ TS transaction or الـ write كانت أكبر، شو بيسوي؟ شو بيسوي؟ abort أو rollback. شو معنى أكبر؟ يعني أنا عندي الـ transaction على الـ data item خمسة، وإنت عندك على الـ transaction الـ data timestamp كان 2، شو بيجي بقول لك؟ بقول لك عمي أنت تأخرت، ندينا عليك وما جيت، بيسوي لك ابروت او رول باك، بروح يقول لك ايش؟ روح خذ رقم جديد. وضحت الصوره؟ الحاله الثانيه if the condition in part A لاحظ is not cure then execute write item X، يعني اذا كانت مش قيمه الريد او الرايت كانت قيمته مش اكبر من تي اس بروح بنفذها. اوكي؟ واضح الكلام؟ شباب هذا الكلام هو مهم جدا بدك تقرأ وتفهمه خطوة خطوة. إذا دائما لاحظ بدها تكون سواء كانت الريد أو الرايت للتايم ستامب للداتا ايتم بدها تكون ايش؟ إذا كانت قيمتها أكبر من التايم ستامب للترانزاكشن بيسوي عملية شيء بنسميه ريجكت أو ابروت أو بيجي بقول لك روح سوي خذ رقم جديد. هلا النوع الثاني هذا بسموه البيسك تايم ستامب اوردرنج. النوع الثاني بسموه الستريكت تايم ستامب اوردرنج، ستريكت نفس ما اخذناه في ال 2 بي ال، ال 2 فيز بلوكينج. اوكي نفسه. شو بفرق عنه؟ طلع شو بقول لك؟ هون برجع بكرر لازم يكون سوى تخزين، سوى عملية كوميت على الداتابيز، معناها بده يكون لاحظ فور ايزي ريكفربل عشان عملية الريكفربلتي تكون سهلة اللي احنا بنسميه كونفليكت سيريزابيلتي. اوكي؟ لاحظ شو بقول لك؟ ذات روت لاحظ لازم تتم، لاحظ هون شو بقول لك؟ لاحظ انا هون بقول لك ترانزاكشن تي ريد ايتم اكس اور رايت ايتم اكس such that تي اس تي أكبر من الرايت has it is read or write operation ايش؟ delete until transaction T that wrote value of X TST. يعني لازم تتم عملية كتابتها وبتتم عملية الكوميت هيها or abort. يعني ما بياخذ دور أكبر دكتور غير لما يخلص ال لما يخلص يعني هلا شو معنى هذا الكلام؟ بدهم يشبهوا بالبنك. لما يجي تبع البنك يجي يقول لك خلصت بدك اي خدمه ثانيه بتقول له انت لا خلصت شكرا بتضلك طالع. هذا احنا بنسميه انت رحت عدلت على الداتا بيز سويت كوميت وسويت التعديلات كامله. وضحت الصوره يا شباب؟ اذا الستريكت بيكون فيه تقييم يعني من اسمها متشدد اكثر. شو معنى متشدد؟ انه بعد ما تمت حفظ التغييرات والتعديلات على الداتا بيز في هاي الحاله شو بيسوي؟ شو بيسوي؟ كوميت يعني بتسوي كوميت بعديها بيسمح ل
التايم ستامب بياخذ القيمه تبعت التايم ستامب للترانزاكشن. هيك بس بصير في تاخير دكتور يعني. هلا مش شرط تاخير، هون بده يضمن عشان لا سمح الله صارت ما يصير اي ريكفربل، عرفت علي؟ هلا الحاله الثالثه اللي عندنا اللي هي تبع توماس. لاحظ توماس شو قال لك؟ الموديفيكيشن اوف ذا بيسك بي او اس الجوريثم نو از توماس رايت رول، بسموها توماس رايت رول does not enforce conflict serializable. هلا شو بقول لك توماس؟ اذا كان الريد تي اس للداتا ايتم اكبر من التي تايم ستامب للترانزاكشن then abort and ايش؟ رول باك تي اند ريجكت ذا اوبريشن. هلا انا بس عشان اشرح لك اياها بطريقه سهله، هلا شو بقول لك؟ توماس قال لك ميز في التران، بدل احنا حكينا اذا التايم ستامب تبعت الترانزاكشن اصغر من التايم ستامب تبعت الريد او الرايت، شو بقول لك؟ بقول لك روح يا بسوي ريجكت ما بخدمك، او بقول لك روح خذ رقم جديد، مزبوط؟ نعم. توماس قال لك لا، اذا كانت ريد وين ميز بينها؟ في الرايت بس. كيف الرايت؟ يعني هلا اذا الترانزاكشن فيها كتابه او تعديل ما بيقبل، اما اذا كانت ريد يعني بالعربي اذا كان جواها تعديل على الداتابيز بيرفضها فقط. يعني دكتور اذا ريد بيسك واذا رايت ستريك. لاحظ شو اقول لك؟ اذا كان رايت اذا كان التايم ستامب اكبر then do not execute the right operation. شايف هي العباره هي بدي اياها انتبه عليها. هون بيساوي ابروت او رول باك في الريد. هون شو بيساوي؟ ما بينفذ الرايت اوبريشن but continue processing. يعني بالعربي ما بيروح بينفذ عمليه الكتابه بس ما بيلغي الترانزاكشن، بيكمل البروسيس عشان يحافظ على شيء بنسميه ايش هو؟ الكونفليكت سيريلايزابيلتي. اذا لاحظ شو الفرق؟ الفرق بس في عمليه الرايت، الرايت تايم ستامب للداتا ايتم. توماس شو حكى؟ قال لك اذا كان التايم ستامب للترانزاكشن اصغر من التايم ستامب للداتا ايتم do not execute the right operation، يعني عمليه الرايت ما بينفذها بس بيكمل الترانزاكشن continue the processing because some transaction with the time stamp greater than TST. وضحت؟ اذا هذا الاختلاف في اللي هو توماس رول. اوكي احنا بنوقف له دكتور. نعم طب الستريكت على الكتابه فقط يعني. بس شو الستريكت؟ انتبه شو هو؟ الترانزاكشن بنفذها يعني كونتينيو بس عمليه الكتابه في الترانزاكشن اللي هي ما بنفذهاش. بنتقل لترانزاكشن ثاني يعني لا هو هلا بنفذ هاي الترانزاكشن يعني بالعربي لما بتروح مثلا انت على البنك على الصندوق راح وقتك بقول لك اذا بدك تسحب بسحبك، اما اي عمليات اخرى ثانيه بسوي لك اياها. نعم فهمت شو كيف؟ هلا في فرق بين ما يقول لك انه دورك راح روح خذ رقم جديد، ما بين يقول لك انا بخدمك بسحبك بس ما بنفذ لك شغلات ثانيه. او تستعلم على الرصيد كذا صح؟ مثلا او بقول لك تستعلم على رصيدك بس بس بسوي لك ايداع. يعني في شيء سوى ستريكت عليه. وضحت الصوره؟ نعم دكتور. هلا المحاضرة الجاية حنتكلم عن المالتي فيرجن كونكرنسي كنترول تكنيك، بس قبل هيك بدنا نروح على النوتس، في نوت مهمات كمان نطلع عليهم. هاي النوتس اللي انا رافع لك تبع التايم ستامب كونكرنسي كنترول، انا عندي مشكلة اللي احنا لاحظ سواء كان احنا استخدمنا سواء 2PL او التايم ستامب كل مشكلتنا اللي هي الكونفليكت. لما بيكون عندي اكثر من ترانزاكشن لما انت بتستخدم السيريال ما عندي مشكله، بس لما تستخدم الانترليف يعني بصير تداخل بين الترانزاكشن هون بصير الكونفليكت. احنا بلشنا حكينا عن ال2 بي ال 2 فيز لوكينج
وبعدين دخلنا على المفهوم اللي هو التايم ستام. والتايم ستام عشان مشكلة ايش؟ اول شيء سيريزابيليتي عشان نحل لي اياها. هلا لاحظ هون في التايم ستام حكى لك انه في ديت ان تايم، في داتا ايتم اكس، وفي ريد للاكس، وفي للرايت اكس. هذول مصطلحات تفهمهم. الترانزاكشن لاحظ ويل سكسيد اف تي اي تايم ستام اكبر او يساوي الرايت التايم ستام للاكس. طلع هاي هون، طلع المثال. هلا هون هذا الوقت الاوردر تايم ستام، لاحظ في بيكون رايت اكس دبليو اكس، لاحظ هذا الاولد، في اليانجر، اوكي. فهو دائما بيكون الاولد بيكون التايم ستام تبعه ايش؟ اقل. اليانجر التايم ستام تبعه بيكون ايش؟ اكبر. واضحه؟ انتبه للنقطه هاي، اوكي. نفس الشيء ممكن اولد، فبيقارن بين بينهم بهذا الكلام. هلا المعادله زي ما حكينا بده يقارن تايم ستام، اف تايم ستام اكبر او يساوي الرايت تايم ستام للاكس او لا از الاو تو رايت، يعني بيسمح لك بالرايت او بيسمح لك بالكتابه. لاحظ هون الحاله الثانيه، اذا التايم ستام اقل من الريد، لاحظ بقول لك ايش؟ is already using، يعني انه تم خدمه سابقا. اوكي؟ واضح يا شباب؟ هلا الرولز هيهم اللي حكينا عنهم، الرولز فول تايم ستام، هذا البيسك، لازم يكون تي اي اكبر او يساوي دبليو، او اف تي اذا كان اقل بتسوي رول باك او ابروت. نفس الكلام لا الرايت، اوكي. هاي لاحظ معطيك جاي سكاجولينج، مثال 1 2 3 بيجي هون هذا تايم ستام 22 23 الاكشن، العمليات اللي بده يسويها هون، قرا سوى ريد، بعدين سوى جمع، بعدين لاحظ سوى سم، اوكي. هاي مثال على التايم ستام، لاحظ بورجيك كيف الاكشن بتصير. طلع عليهم يقارن التايم ستام للاي دبليو انت، يقارن وبعدين بنفذ. لاحظ بتغير التايم ستام بناء على القيم. لاحظ هاي معطيك مثال عليهم، طلع عليه كويس كثير المثال، يعني شارح لك بالضبط كل مره الدبليو. هلا لاحظ كل داتا ايتم، لاحظ انا عندي هون داتا ايتم اسمه بي، في هون داتا ايتم اسمه A، اوكي. بنوقف وبنكمل المحاضره القادمه، اوكي. تنسوش برجع وبكرر، خلينا ناخذ الحضور والغياب. في عندي زكريا موجود دكتور، في عندي احمد انور، وفي عندي احمد جلال ومحمد جلال، في عندي اسيد، وفي عندي حسان دكتور. ممكن اغادر ولا بقى شيء دكتور؟ وفي عندي، خليني بس اخلص الاسماء، رنا زهير حكينا عنها، روان، زكريا، في عندي شاكر موجود دكتور. تنساش امتحانك يا شاكر. عباده حكينا، انا جاي عليك دكتور. نعم، بقول انا طالب اتجاه لعندك. في عندي يزيد حكينا عنه، يزيد. طيب اللي مش حاضرين، محمد ابراهيم مش موجود، ليث مش موجود. موجود دكتور، موجود محمد ابراهيم، موجود. دكتور طيب صحصح. ايناس، في عندي مجدي، في عندي زيد، في مزيد، في عبد الله، هذول مش موجودين. نائل بسام، في عندي يوسف، أسامة، ردينا، معن، ليلى، أسماء، ناصر، موجود. أسماء، عبد الرحمن موجود دكتور. عبد الرحمن، نائل بسام موجود، شايفك. عبد الرحمن موجود دكتور. عبد الرحمن حطيتك. في روان بسام موجود دكتور. اوكي، في حدا ما طلع اسمه يا شباب؟ دكتور انا موجود. حسام حطيتك.